وبالمركز الأول في الترتيب العام من الأرجنتين كيفن بنافيدس. And the winner of the Dakar Rally 2021 bike category from Argentina, Mr. Kevin Benavides. Congratulations. كيفن بنافيدس بعد البوديوم اللي حققه في أمريكا الجنوبية الأول له كان عام 2018 ها هو يحاول ويحاول ويحقق المركز الأول على تراب المملكة العربية السعودية أنهى العمل الموكل إليه بأفضل طريقة ممكنة وعاد هذا العام أقوى بكثير من السنوات الماضية كان سريع بكل مرحلة خاصة أعزائنا من الأرجنتين كيفن بنافيدس. Kevin Benavides is presented with the gift from Rebellion Timepieces, the official timekeeper of the Dakar Rally 2021. وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان عبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يقدم درع المركز الأول للدراج الأرجنتيني كيفن بنافيدس الفائز بكل جدارة واستحقاق بفئة الدراجات النارية. The first place award is presented by His Royal Highness Prince Khalid bin Sultan Al Saud, head of the Saudi Automobile and Motorcycle Federation. Congratulations, Kevin.